الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد. وصلنا للفيديو رقم 5 اللي غنبداو به الدرس ديال البرومي باك الكالكول تريجونوميتريك او الحساب المثلثي. في دوك الفيديوهات الاربعه غاد شلنا واحد الرابيل وتعلمنا شويه نخدموا بالدائره المثلثيه. مزيان 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 مزيان. دابا صاحبي غيكون اول خطوه شنو هي؟ هي فورمول داديسيون. اذا كالكول تريجونومي فورمول داديسيون او اديسيون او ما معنيتها يعني صيغ الجمع. فوالا صيغ الجمع في الحساب المثلثي. فوالا دابا واحد الوحيده غنخليها حتى الفيديو رقم 6 عاد نبر هنا، ولكن هي اللي غنطلقوا منها، هي اللي غنحفظوا، هي اللي مهمه بزاف. شنو هي؟ هي كوسينوس اخويا ديال ا واحد الزاويه ا ناقص بي. عقل مزيان. فوالا سهله تسبب الكوسينوس ديال الكوسينوس كوسينوس هذا كوسينوس ا في الكوسينوس بي، وهاد الاشاره ديال الناقص تتحول لزائد. قال عليها مزيان ها هي، وهنا تنبداو نديرو سينوس ا في سينوس بي. ساهله فوالا قال عليها مزيان. اذا الكوسينوس ديال هادي الكوسينوس ديال هادي عاد هنا تنقلب الاشاره، الا كانت ناقص تنقلبها باش بزائد. قال عليها مزيان. اذا هادي غتكون منطلق باش اننا نخرجوا كاع هذيك هادي. هادي هي اللي تنطلب منك انك انك تحفظها، اللي هي كوسينوس ا ناقص بي تساوي كوسينوس ا في كوسينوس بي زائد سينوس ا في سينوس بي. مهمه. علاش؟ كان عندنا ا وبي كتبناها بدلاله ا ودلاله بي. مزيان 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 مزيان. اذا هذه خاصه تحفظ مزيان وتقال عليها يا خويا. هي المنطلق كنتي حفظ مزيان غتحفظ هذوك ربعه لي فورميل. كنتي يا خويا دير شي لعيبات باش تقدر، الا كنتي عاقل على هذه في الطب ولا شي حاجه و كثير داكشي باش تقدر ديرها، غنعلمك كيفاش انك تخرج الصياغ الاخرين. اذا اجي دابا نشوفوا بشويه اشنا هي الكوسينوس هذه المره، ولكن زائد هات زائد بي. اذا غتكون هي كوسينوس غنديروا هذه اللعيبه ا ناقص ناقص بي. علاش؟ لان ناقص ناقص هي زائد. سهله. وغتكتب هنا اون بوز سي ماذا تساوي ناقص بي. اذا في هذه الحاله اش تولي عندنا كوسينوس ا ناقص اشنو؟ سي. اجي نطبق الاولى اللي حفظت انا الكوس كوس سين سين وتبدل الاشاره. اذا هنا اش غتولي؟ الكوسينوس ديال ا في الكوسينوس ديال سي وتبدل السين، كانت ناقص غتولي هنا زائد، غتولي هنا سينوس ا في سينوس سي. اجي نعوضو السي الحمد لله، غتولي هنا كوسينوس ا فاش في كوسينوس ديال ناقص بي زائد سينوس ا فاش سينوس ديال ناقص بي. واش قلنا صاحبي في الفيديوهات اللي سبقوا؟ درنا واحد التذكير واحد الرابيل تتسمى يعني لا باريتي. قلنا بان الكوسينوس ديال زوجيه بير يعني كوسينوس اكس هي كوسينوس ناقص اكس، ما عندناش مشكل، ولكن سينوس ناقص اكس تخرج الناقص تتولي بهذه الطريقه هذه تسمى اون فونكسيون امبير. الحمد لله. فوالا اجي نطبق هذه القضيه. الحمد لله دابا كوسينوس ناقص بي هي كوسينوس بي. ها هي كوسينوس ا في كوسينوس بي. مزيان. وهنا سينوس بي ناقص بي نخرج الناقص هنا من السين. ها شوف هنا، شوف هنا، هنا عندي ناقص نخرج هنا. اذا هنا ناقص زائد مع ناقص تعطيني ناقص. اذا غتولي هنا سينوس ا تبقى في خير، وهنا هذه سينوس بي، وبالتالي الحمد لله كوس ا في كوس بي ناقص سين ا في سين بي. اذا نجدت هاد الزائد اش ولات؟ وتبدلات الاشاره ديالها. اذا كخلاصه، يلاه كخلاصه دابا غتولي عندي الفورميل التاليه. فوالا كوسينوس هاد المره ديال ا زائد بي سهله كوس ا كوس بي، هي باش ما نتلفش كوس ا كوس بي، ولكن الزائد اش يدار؟ تتبدل الاشاره ديالها، تتبدل الاشاره ديالها، تتبدل الاشاره ديالها. وبالتالي اش غتولي هنا؟ كانت عندنا زائد غتولي عندنا هنا ناقص. ونكمل الفورميل ديالي اللي هي سينوس ا في سينوس بي. عقل عليها مزيان. اذا الزائد اش ولات؟ ناقص. وهنا ناقص ولات زائد، وتنحترم كوس كوس ها هي الكوس كوس ا كوس بي ولا هذه. اذا هنا هادو جوج ديال لي فورميل مهمين خاصني نحفظهم
عن ظهر قلب. فوالا، إذا هادو عقل الناقص تتبدل مع الزائد، والزائد تتبدل مع الناقص، وتنختار كوس كوس سين سين، كوس كوس سين سين بالنسبة للكوس. إذا باش ما نتلفكش، بارك عليك، غير هاد الفيديو هذا ندوزو لستة باش نستخرجوا اشنا هي سينوس ا ناقص بي وسينوس ا زائد بي. عاد في الاخر نبرهن لكم على هذه. فوالا، اذا شكرا والى اللقاء.